الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من الكلام على ظاهرة أو قضية التراجع عن التمسك بشرع الله عز وجل والنكوص عن طريق الله وترك الاستقامة التي يكون عليها بعض المسلمين أحيانا ثم يتركونها. وقد كان الدرس الماضي بعنوان لا ترتدوا على أدباركم، وهذا الدرس أو الجزء الثاني من الكلام بعنوان مصيبة الدين الضلال بعد الهدى، لماذا يحدث، تكملة الأسباب، وكيف يحدث، وما هو العلاج. وقد سبق أن تكلمنا أيها الإخوة على بعض الأسباب الذاتية أو الشخصية التي تحمل بعض الناس أو تسبب ترك بعض الناس لطريق الاستقامة. ومن الأمور التي ذكرناها سابقا مسألة أهمية أن يخلع الإنسان وعلى عتبة الإسلام جميع ملابس الجاهلية، أن يخلع الإنسان المسلم وهو يدخل طريق الاستقامة على عتبة هذا الطريق جميع ملابس الجاهلية، وأن يتخلص من كل ما علق به في ذلك المجتمع الآثم الذي كان يعيش فيه. وها هنا أمثلة واقعية وردت في بعض الأسئلة نؤكد بها هذا المعنى أو هذه النقطة التي كثيرا ما أودت بتمسك بعض المستقيمين إلى الهاوية. وأسوقها إليكم مختصرة قريبا مما وردت. يقول: أنا شاب قد التزمت مع رفقة صالحة ولله الحمد والمنة، ولكنني ألتزم معهم في فترة الدراسة فقط، ولكن في فترة العطلة أذهب من المنطقة التي أنا موجود فيها إلى منطقة أخرى، حيث أقع في قراءة القصص الغرامية والكتب الجنسية، وذلك لأنني شاب قد حببت لي القراءة، فأنا أقرأ جميع ما يقع تحت يدي صالحا كان أو سيئا. وعندما أعود إلى أصحاب الصالحين أحس بأنني قد أخطأت وأذنبت ولا بد لي من توبة، ولكنني لا أستشعر الندم في قلبي، فماذا أفعل؟ إذن هذا شخص الآن هو يستقيم فترة معينة من السنة، ثم في نهاية السنة في العطلة الصيفية يترك الاستقامة ويقبل على أشياء من المنكرات مثل قراءة القصص المحرمة. وشخص آخر يقول: أنا شاب لم أستطع الامتناع عن مشاهدة المسلسلات اليومية، مع أني شاب مستقيم ولا أزكي نفسي، ولكني لا أجد أن هناك تحريما لهذه المسلسلات، لأنهم لا يمثلون عراة. يعني السبب الذي من أجله يبيح لنفسه أن يشاهد هذه المسلسلات أن الممثلين في المسلسلات لا يمثلون عراة. فانظر يعني سبحان الله إلى هذه الشبهة. يعني كشف المرأة وجهها ورأسها وشعرها وذراعيها ويديها، كل هذا ليس بعورة. واختلاط الرجال بالنساء وهذه الأشياء السيئة الموجودة في كثير من المسلسلات ليست حراما. ويقول آخر: أنا شاب صالح إن شاء الله تعالى وفي الطريق المستقيم، أذهب مع أصحاب الطيبين إلى الفوائد وغيرها من الأشياء الهادفة، ولكن في حارتنا شباب غير صالحين لهم بعض المعاصي الظاهرة مع أنهم يصلون ولهم أخلاق. أذهب معهم إلى الملعب للكرة وأذهب إلى مجالسهم مجاملة لهم، انصحوني. فإذا هذا الرجل ما زال
يتمسك أو ما زال على علاقة بأصحابه الأول ويزاول معهم اللعب ويحضر مجالسهم. والمجالس هذه طبعا هي أشياء كثيرة لا ترضي الله. لماذا يحضر المجالس؟ مجاملة لهم. ويقول آخر: أنا شاب في 22 من عمري، أدرس في المرحلة الجامعية، أصرف أغلب وقتي في الدعوة إلى الله وأهتم بإخواني وأحاول تقوية إيمانهم وأنسى نفسي، حتى أصبحت ضعيفا في دراستي وفي قراءاتي وفي إيماني. ماذا أعمل؟ أنا في حيرة من أمري أو في حيرة من أمري، وأفكر دائما في ترك زملاء الطيبين وعدم الاهتمام بهم، أرشدوني. هذه المشكلة طبعا سببها عدم التوازن. إن لنفسك عليك حقا ولإخوانك عليك حقا. فهذا الشخص لم يستطع أن يوازن بين حق نفسه وحق إخوانه، فهو يصرف كل وقته إليهم ولا يجد وقتا أن يقرأ القرآن مثلا لنفسه، أو يذكر الله لنفسه، أو يعمل الطاعات الفردية لنفسه، أو يذاكر. ولذلك هو مقصر في الدراسة، فلما وجد نفسه على شفا هلكة ومستواه الدراسي قد تردى، وجد بأن الحل أن يترك الناس الطيبين، لأنه لا بد أن يعدل من وضع الدراسة. السبب إذن عدم الموازنة. وهذا آخر يقول: أنا شاب في 22 من عمري، وحدث أني تعرفت على فتاة بواسطة الهاتف، وقد قويت علاقتي بها وأنا معها منذ 2، وليس بيننا شيء إلا الذي يكون بين الأصدقاء عادة من حديث. سبحان الله، يعني عادي بينه وبين الأصدقاء، خلاص اتخذ صديقة امرأة أجنبية. كما أنني أقوم على تلبية حاجاتها ومساعدتها في الدراسة وغيرها. اشرح الكلمات الصعبة وحل لها المسائل. وأنا لا أدري ما حكم عملي هذا، وإني أرغب وهي أن ننهي هذه العلاقة، لأننا نحس في صدورنا أنها غير صحيحة، مع العلم أن علاقتنا سامية للغاية. يعني هذا الإحساس، المفروض أن هذا الإحساس من زمان يحدث أنه لا بد أن تنهي هذه العلاقة. يعني سبحان الله العظيم، رجل أجنبي يتكلم مع امرأة أجنبية في الهاتف، ماذا نتوقع يعني؟ وماذا ننتظر؟ ولمدة 2، يعني كأنه يكلم أخته وهو يتكلم أخاها. يعني هذه الأشياء العجيبة التي تقع اليوم في واقع بعض الناس تنبئ عن سطحية في فهم معنى الاستقامة، وأنه يعني لا بأس من إقامة العلاقات مع النساء الأجنبيات بالهاتف، والشيطان يضحك ويلبس ويقول له العلاقة سامية وأنت تساعد. يعني وهذه أخوة في الله، سبحان الله العظيم. انظر إلى الشيطان كيف يستغل المداخل وكيف يلعب في عقول الكثيرين حتى يوقعهم. ولا نستغرب إذا حدث، ويعني كان في بعض الأشياء أن تنتهي المسألة بالعلاقة أو بالملاقاة وما يحدث بعدها من سبل الشيطان، نسأل الله السلامة. وهذا آخر يقول: إنه يحب إحدى محارمه حتى يخاف أنه يقع فيها بالزنا، فما هي النصيحة؟ طبعا هذا أيضا من يعني ضعف الإيمان. ولذلك يا جماعة كثيرا ما نقول إنك حتى لو كانت هذه البنت أو هذه المرأة إحدى محارمك وأنك تحس بالفتنة من جلوسك معها، فلا تجلس معها ولا يجوز لك أن تخلو بها. لأن بعض الناس قد يحدث عندهم مثل هذا الانتكاس الفطري، لأن الآن فطرة الواحد أنه يعني مستحيل أن يميل إلى أخته أو بنت أخيه مثلا، لأنهم من أب واحد من أم واحدة أشقاء يعني ما. لكن عندما يصل انتكاس الفطر إلى هذه الدرجة فيجب عليه أن يعاملها شبه كأنها شبه امرأة أجنبية عنه، لئلا يقع في الورطة. وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب بدأت طريق الالتزام بقوة والحمد لله، ولكن لا زالت عندي بقايا من الماضي، وهي خصلة الكذب رغم معرفتي الكبيرة بأحاديث هذا الموضوع، فما هو الحل؟ إذا ما زالت المشكلة بقاء آثار من الماضي،
وهذا آخر يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وبعد، فإني شاب تبت إلى الله ولكن أصبحت أمامي مشكلة وهي فتنة النظر، أرجو أن تعلمني الدواء الشافي لهذا المرض. هذه طائفة من الأمثلة أيها الإخوة، ذكرنا في المرة الماضية هذه الأشياء التي تبقى، هذه المشكلة، أن هذه الرواسب التي تبقى في النفس، في نفس هذا الشخص المستقيم الذي فتح عينيه على النور وسلك الطريق وأصبح له زملاء طيبين، هذه الرواسب هي التي تثور في المستقبل، تبقى مثل أرى خلل الرماد وميض جمر وأخشى أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلامه. يعني الواحد أحيانا يرى الظاهر طيب، لكن تحت الظاهر هناك أشياء تتفشى وأشياء تنتشر وأشياء تقوى لأنها لم تجتث من الأصل. هذه المشكلة، مشكلة الكثيرين، مشكلة خطيرة فعلا، أن الداء لم يجتث من الأصل، لم تعالج المشاكل كلها، لم يتخلص الشخص من آثار الماضي، فهو الآن يبدأ الحياة الجديدة ولا زالت معه الآثار السلبية السابقة، فلا تلبث بعد فترة من الزمن مع نوع من الفتور ومع نوع من الانشغالات الدنيوية ومع نوع من البرود الإيماني ونقص الإيمان، تظهر هذه الأشياء ظهورا قويا مثل البركان فيتفجر ويكون بداية السقوط وينتهي الشخص. فإذا أيها الإخوة، التفتيش عن هذه الأمور، التفتيش عن سلبيات الماضي، اجتثاث المنكرات الباقية من جذورها، أن لا يبقى في حياتك الجديدة أي أثر للماضي وأي داء من الماضي، هذه مسألة مهمة جدا، ينبغي أن تقف على العتبة وتتخلص وتطرح جميع الأشياء الماضية. وكذلك من أسباب النقوص ومن أسباب التردي أيها الإخوة، الوقوف في مواقف صعبة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، وأعني بهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يقول فيه: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فأحيانا الواحد يتخذ شكلا من أشكال التصادم أو المواجهة أو المجابهة أو الدخول في معمعة لم يعمل لها حسابا ولم يستعد لها ولم يتهيأ، بحماس أجوف مجرد عن الإيمان القوي، فلا يلبث أن لا يتحمل جو الفتنة التي دخل فيها، ثم بعد ذلك ينهار لأنه لم يستطع المقاومة. وبعض الشباب وبعض المستقيمين عندهم هذه النفسية، نفسية الدخول في أجواء الفتنة، هو يريد أن يلقى العدو، هذه الفرق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. بعض الناس يتعمد أن يلاقي العدو، يتعمد أن يلاقي العدو فيعرض نفسه لأجواء من البلاء لا يطيقها، ثم بعد ذلك ينهار. وهذه تجارب كثيرة حدثت في تاريخ الدعوات تبين هذا الأمر الذي كشفه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب الذاتية الداخلية، هذه الأسباب الذاتية الداخلية للانهيار والانتكاس والانحراف، ما يعبر عنه هذا السائل فيقول: هناك معصية أنا واقع فيها شغلت قلبي وتفكيري حتى شعرت بأني منافق وهممت بترك الصالحين بسببها، ألا وهي تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أعاذكم الله. وقد حاولت أن أجاهد نفسي إلا أن النوم أثقل والنفس أضعف، بماذا تنصحني؟
ويقول آخر: أحمد الله الذي هداني للصراط المستقيم، ولكن يحدث أن تحصل مني بعض المعاصي وأتضايق من نفسي وأتهم نفسي بأني منافق، وإلا لما عملت هذه المعاصي، وبعد حين أرجع إلى الله سبحانه وأستغفره، ولكن يحصل ذلك مني من فترة إلى أخرى، ماذا أفعل؟ يقول الآخر: إنني شاب هداني الله بعدما كنت ضالا وبدأت أعمل الصالحات، ولكني أحيانا أفعل بعض المعاصي والتي تكون في غياب عن أعين الناس، وحينما أذهب إلى الصلاة وأكون في الصف الأول أو أعمل عملا صالحا أمام الناس تحدثني نفسي بأني منافق. يقول الآخر: أنا شاب مسلم دخلت مع زملاء مستقيمين قبل 3 سنوات، ولكن حدث لي بعض المشكلات جعلتني أنسى الله وأفعل المعاصي بدون إحساس على حد تعبيره، وأفكر أن أترك الشباب الطيبين لأن حياتي أصبحت حياة لا يعيش بها شاب مسلم دلني على طريق النجاة. فماذا نلاحظ من مجموع هذه الأسئلة أيها الإخوة؟ الذي نلاحظه قضية اتهام النفس بالنفاق، واتهام النفس بالنفاق أحيانا يكون لها أسباب حقيقية، وأحيانا يكون لها أسباب وهمية. فمثلا أحيانا فعلا الشخص يقبل على الله، يسلك طريق الاستقامة، يصاحب الناس الطيبين، وبعد فترة يحصل عنده ضعف إيماني فيقع في معصية من المعاصي، أو يتكرر الوقوع من هذا المعصية وهو لا يزال مع إخوانه الطيبين، لا يزال يطلب العلم الشرعي، لا يزال يمارس الدعوة إلى الله، لا يزال يمارس الواجبات الشرعية، ولكن هذا الوقوع في المعاصي جعله يعيش في جو من التناقض. كيف يكون مع هؤلاء طيبا فإذا خلى بنفسه أصبح إنسانا يقع في المعاصي؟ كيف يمارس هنا الدعوة إلى الله ويطلب العلم ثم في بيته يقع منه شيء من المنكرات؟ فإذا يقول لنفسه: أنا عندي ازدواج في الإيمان بين الإيمان والنفاق، أنا بين الإيمان والمعصية، الطاعة والمعصية، إذا أنا منافق، أنا أظهر شيء وأبطن شيئا آخر، إذا أنا لا أستحق أن أكون في هذا الوسط الطيب، إذا أنا لابد أن أظهر على حقيقتي. شوف الشيطان كيف هذه الوساوس، الشيطان هكذا يفعل، لابد أن أظهر على حقيقتي، إذا لابد أن أكشف أمري للناس. إن هؤلاء الأطهار لا يصلح أن يكون بينهم واحد ملوث من أمثالي، إذن لابد أن أفارقهم، إنني سبب نكبة وسبب فشل بينهم، إنني عنصر لابد أن أبتر، وهكذا. فيكون تكون النهاية إيش؟ ترك الحياة الطيبة والاستقامة. هو يقصد، يظن أنه يقصد خيرا، هو يظن أنه يقصد خيرا وأنه يريد أن يعني يظهر على الحقيقة وأنه لا ينافق، هو هكذا يظن، لكن النهاية ما هي؟ من الذي كسب؟ الذي كسب هو الشيطان، لأن الأمور قد تردت. أنت صحيح أنك تعمل المعاصي وأنت ما زلت في الجو الطيب، لكن هذا الجو الطيب يا أخي يساعدك على البقاء يعني إلى مستوى معين وعدم التردي. إذا كان الجو الطيب لا يحملك على ترك المعاصي فهو يحملك على البقاء في مستوى معين من الطاعات، إذا هذا الجو الطيب له فائدة. إذا من الخسارة الكبرى أن تترك هذا الجو الطيب، ولا تدع الشيطان يلعب عليك ويوسوس لك حتى تترك طريق الاستقامة. هذه مشكلة اتهام بالنفس بالنفاق مشكلة كبيرة، مع العلم بأن هؤلاء الناس الذين يفكرون لا يفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. هناك أشياء من النفاق العملي، بعض المعاصي، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، لكن هذا النفاق العملي لا يعني أنك منافق يعني مثل عبد الله بن أبي ومثل غيره من المنافقين، وأنك يجب أن تتميز عن الصف المسلم، لا، ليس الفرق كبير. فإذا لابد من أن يعالج الشخص نفسه من هذه الوساوس. الآن ننتقل أيها الأخوة إلى طائفة من الأسباب الخارجية عن هذا الشخص الذي يترك طريق الاستقامة. طائفة من الأسباب الخارجية تكون سببا من أسباب أو تكون سببا للنكوص والارتداد على الأعقاب. وعندما نسرد هذه الأسباب
ينبغي أن تضعوا نصب عينكم أننا لا نقدم هذه الأسباب. عندما نعرض هذه الأسباب فإننا لا نقدمها كعذر لهذا الشخص المنتكس أو الناكص على عقبيه أو الشخص المتردي أو المتراجع أو التارك للصراط المستقيم. هذه ليست أعذار أبدا له، تعذره فيما فعل، لكن نحن الآن نبين الأسباب سواء كان محق أو غير محق. طبعا هو ليس محق، لأنه لا ليس هناك شيء يحمل الإنسان على ترك الاستقامة مهما كان الأمر، مهما كان كل هذه أسباب يعني من الشيطان ليوقع الذين آمنوا في حباله فيتركوا طريق الله عز وجل. أحيانا يكون من الأسباب، أرجو من الإخوان أن يتقدموا مزيدا للإمام حتى يدخل إخوانهم الواقفون. أحيانا يكون من الأسباب سوء التربية. سوء التربية، ما هو المقصود بقولنا يكون السبب أحيانا سوء التربية؟ قد يطالب الجديد في عالم الاستقامة بتكاليف عالية ونوافل شاقة منذ البداية. يعني مثلا يطالب بقيام الليل، يطالب بصيام النوافل، يطالب بقراءة كتب ضخمة ليتناقش مع غيره فيها. طيب، فلما يطالب بهذه المستويات العالية من الأداء أو من العبادات نفسه لا تستطيع أن تقوم بها، لأنه الآن قد دخل لتوه في طريق الاستقامة، فهو لا يزال غضا طريا، لا يزال عوده لم يصلب بعد. فإذا من الخطأ أن يطالب هذا الشخص من البداية بتكاليف عالية، لأنه إذا رأى هذا الأمر من البداية فإنه سيكون سببا للرجوع وسببا لترك الطريق المستقيم، وسيقول في نفسه هذه من البداية هكذا، أنا لا أستطيع أن أستمر بهذا المستوى فيترك. وقد يأخذه الحماس في البداية فيقبل على هذه الطاعات وعلى هذه العبادات وعلى هذه التكليفات ويركب هذا المستوى العالي، هذه الموجة العالية الإيمانية، ولكن في منتصف الطريق تخف حماسته ويبرد إيمانه وهو في منتصف الطريق، فيرى نفسه أنه غير قادر، لا يستطيع المواصلة فيسقط، لا يستطيع أن يتحمل الأعباء، فيقول تبعا لذلك ما دام أني ما أستطيع أن أتحمل هذه التكليفات إذن أنا لا أستطيع الاستقامة، لأنه عرف الاستقامة وفتح نفسه عليها أنها بهذا المستوى. إذن ما دام أنه لا يستطيع أن يصوم دائما الاثنين والخميس، ولا يستطيع أن يقوم كل ليلة، ولا يستطيع أن يتصدق مثلا بجزء كذا من ماله، ولا يستطيع أن يقرأ القرآن في كل 7 أيام مرة، ولا يستطيع، إذن لا أستطيع الاستقامة فأترك الاستقامة. لأن تعريف الاستقامة عنده هي هذه الأشياء العالية. فإذن ينبغي مراعاة هؤلاء الجدد في عالم الاستقامة، وأن لا يطالبوا مطلقا بمثل هذه الأشياء العالية، وأن يترفق معهم ويرفق بهم، ولو أنهم تحمسوا لأدائها من أنفسهم فلا بد أن ينصحوا ويقال له يا أخي تمهل، لا تقسو على نفسك، لا تكلف نفسك فجأة بكل هذه الأشياء قد لا تتحمل. ويدخل في ذلك أيضا المطالبة بمستويات عالية من الزهد. يعني مثلا شخص يعيش في بيئة منعمة، أهله أهل يعني غنى، أو بنت فتاة تعيش في بيئة مرفهة وعندهم خير كثير، فهو متعود وهي متعودة على مستويات عالية من الترف أو البذخ أو الصرف أو الإنفاق على النفس. فعندما يأتي هذا الشخص أقول له من البداية يا أخي لا بد أن تتخلى عن جميع الزينة وعن جميع الملابس هذه، ولا بد أن تلبس لباسا عاديا جدا، ولا بد أن يكون الملابس يعني فيها تواضع وفيها رثاثة في الهيئة والبذاذة من الإيمان وإلى آخره، وهو الآن لتوه قد دخل في طريق الاستقامة. فعندما أطالبه بهذا النوع أو هذا المستوى العالي من الزهد فإنه لن يتحمل، وبالتالي سينفض يديه ويترك طريق الاستقامة.
إنسان لتوه داخل كان في فواحش وكان في منكرات، من غير المناسب أن أطالبه بهذا المستوى من الزهد لأعلمه أولا أن الزهد هو ترك الحرام. انتبهوا معي أيها الأخوة، أعلمه في البداية أن الزهد الآن المطلوب منك هو ترك الحرام، فإذا ترك الحرام واستقام على الطريق بعد ذلك يطالب بمستويات أعلى من الطاعة. وأحيانا يكون سبب النكوص والتراجع عدم ملء وقت المستقيم بالطاعات والأعمال الشرعية والمهمات المناسبة له، فيشعر أنه إنسان عنده فراغ كثير وأنه غير منتج في المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه، فينسحب منه ويذهب إلى مقبرة الوحدة حيث تكون الوحدة حيث تكون نهايته هناك وتنتهشه كلاب الشهوات من كل جانب. ما هو الخطأ الذي حصل؟ أن هذا الرجل أو هذه المرأة لم تشغل بالطاعات، لم يملأ وقتها بالطاعات، لم يملأ وقتها بأشياء نافعة، حلق ذكر، جلسات طلب علم، ذهاب في طاعة الله، دعوة إلى الله، أشياء من بر الأرحام، صلة الرحم، الصدقات، ذهاب إلى المقابر، صلاة الجماعة في المسجد، أشياء كثيرة جدا، نشاطات إسلامية نافعة تفيد المجتمع. فإذا عدم ملء واستغلال وقت الفراغ يوجد عند الشخص أوقاتا كثيرة لا يجد ما يشغله فيها فيشغلها في معصية الله ثم يسقط. ومن الأسباب الخارجية كذلك عدم تفقد الإخوة في الله لأخيهم المستقيم هذا الذي سلك طريق الاستقامة، وعدم سؤالهم عن حاله، وعدم معرفتهم بواقعه، فقد تصيبه مشكلات، فقد تصيبه مصائب ويقع في مشكلات نفسية أو عائلية أو عاطفية أو مالية. فعندما يرى أنه لا أحد يسأل عنه ولا أحد يهتم به وبأموره يأتيه الشيطان فيقول له إنه لن ينفعك إلا نفسك ومجهودك الذاتي، ولن ينفعك الآخرون بشيء، هؤلاء الذين تسميهم أخوة في الله لن ينفعوك بشيء، انظر إنهم لا يسألون عنك ولا عن أحوالك، لو أنهم كانوا حريصين عليك لتفقدوك، لم يزرك أحد ولا واحد عندما مرضت في المرة الفلانية والمرة الفلانية، وعندما وقعت في مأزق لم يهب أحد لنجدتك ولم يمد أحد يد العون لك، إنهم يستخفون بك ولا يكترثون، دعك منهم ومن طريقهم فيترك الاستقامة. وهذه النفسية تكون موجودة عند الكثيرين، وقد تكون موجودة عند النساء لأن المرأة حساسة بشكل أكبر من الرجل وعاطفية بشكل أكبر، فإذا لم تجد أحدا من أخواتها في الله يسأل عنها ويتحسس واقعها فإنها لا تلبس أن تترك ذلك المجتمع الطيب وتقول إنهن لا خير فيهن لم يسألن عني. طبعا هذا ليس عذر، نفترض أن هذا الشيء حصل وهذا الشيء خطأ، لا بد أن يسأل المسلمون عن إخوانهم المسلمين وأن يتفقد المسلمون أحوال إخوانهم المسلمين. لكن لو حصل لك يا أخي هذا الموقف، لو أن إخوانك من حولك تشاغلوا عنك أو غفلوا عنك وعن مشكلاتك، وغالبا أن بعض الناس لا يصرحون بمشكلاتهم ولا يقول ساعدوني وينتظر من الآخرين أن يكتشفوا ذلك بأنفسهم، عند ذلك يقول إذن لماذا أبقى مع هؤلاء الناس؟ كونهم ما مسألوا عنك هذا لا يبرر لك عند الله ترك طريق الاستقامة. يعني عندما يسألك الله يوم القيامة لماذا تركت الاستقامة وتركت التمسك بالدين، لن يكون جوابا والله إن باقي إخواني لم يسألوا عني، هذا ليس بالجواب وليس بعذر مقبول. وأحيانا يكون من الأسباب إرادة بعض الدعاة ممن بدأ الاستقامة أن يلتزم دفعة واحدة، يقول يعني يشترط أنه الآن هذا الشخص يابد أنه بين يوم وليلة يتغير ويصبح شخصا مستقيما، وقد يحصل هذا فعلا ويستقيم ذلك الشخص من أول يوم أو من أول أسبوع
ولكنه لا يلبث أن ينتكس مرة واحدة كما بدأ مرة واحدة. لماذا؟ لأن الناس، نفوس الناس ليست مهيئة إلى الانتقال بسرعة، بل إنه في هذا المجتمع الذي تكثر فيه مجتمعات المسلمين اليوم تكثر فيها المعاصي، ومن الصعب على الشخص أنه يترك فجأة وينتقل مباشرة بين يوم وليلة. فعندما يطالب بهذا العمل ترك المنكرات فجأة والاستقامة فجأة، فإنه قد يسقط فجأة كما بدأ فجأة. وقد يستدل البعض أن بعضا على عدم خطأ هذا الأمر بأن هناك أناس قد استقاموا فجأة وأكملوا الاستقامة، فنقول إن هذا الاستدلال غير صحيح، والناس مراتب والناس طاقات والناس همم. صحيح أن فلان فجأة استقام وأكمل إلى آخر عمره، لكن لا يعني أن هذا العمل الذي فعله يستطيع الآخرون كلهم أن يفعلوه. ومن الأخطاء أيضا التي تحصل وتسبب الانهيار أو التراجع أن يظن بعض الدعاة إلى الله أن المهم هو إيصال الشخص رجلا كان أم امرأة إلى مرحلة الاستقامة الظاهرة، يعني أن يستقيم بشكله، يعني مثلا المهم أن هذا الرجل يعفي لحيته ويقصر ثوبه، أو هذه المرأة تلتزم بالحجاب الكامل، هذا هو المهم. فإذا وصل هذا الرجل أو هذه المرأة إلى هذه المرحلة انتهى المقصود وحصل المأمول وتحقق الهدف. هذا خطأ. وكون هذا الشخص أو هذه المرأة تترك بعد أن وصلت أو وصل إلى هذا الالتزام الظاهري غير صحيح، لأن هناك أمورا تربوية كثيرة لا بد من تحصيلها ولا بد من تحقيقها وتوفيرها حتى يستقيم الشخص فعلا، وإلا فإن الأشياء الظاهرة ليست هي كل شيء. كما أنه من غير الأشياء الظاهرة فإن هذا لا يعتبر كمالا مطلقا. فإذا الترك الذي يحصل لمن استقام ظاهريا يترك لأن انتهى المقصود من الأمر من الدعوة إلى الله خطأ كبير. فالفرد إن يترك يضع في عصرنا ترك الشباب أساس كل الداء. إخوانكم لا شيء أغلى منهم، لا شيء يعدلهم من الأشياء، لا تتركوهم للضياع فريسة، ترك الشباب أساس كل الداء. ومن الأسباب كذلك الهجر الذي في غير موضعه. أحيانا يحدث هجر لإنسان من الناس له علة معينة في نفسيته، قد يكون له فيها يد وقد يكون لا يد له في إصلاحها، فيترك هذا الشخص ويهجر لهذه العلة أو السلبية التي في نفسه، أو يخاف ويخشى على الآخرين منه فيترك ويهجر فتسوء أحواله أكثر، وينتقل من الإيمان إلى المعصية، وينقلب حربا على الدعوة إلى الله ناقما في نفسه على هؤلاء الذين هجروه وتركوه، وقد يدفعه الشيطان إلى سلوك سبيل الانتقام. ومن الأسباب كذلك التي تنبني على أخطاء أساسية في التصورات التي تسبب الانهيار والانتكاس والتراجع أن يرى هذا الشخص واقعا خاطئا لمن اتخذه قدوة له. واحد إنسان التزم بشرع الله، استقام على طريقة الله، ورأى واحد من الناس جعله قدوة، قال هذا هو أحسن واحد وهذا الذي أقتدي به وأتعلم منه وأتشبه به. هذا القدوة في يوم من الأيام فعل خطأ أو وقع في منكر أو معصية من المعاصي، أو أخطأ في التعامل معه مثلا، فماذا يحدث؟ يتزلزل كيان ذلك المسكين، لأنه لا يفرق بين الإسلام وبين تصرفات المسلمين، فيحمل هذا هذا، فيقول هذه هي الاستقامة التي أريد أن أصل إليها، هذه هي النهاية، لا بد من رفض ذلك كله جملة وتفصيلا. من أين أتي هذا الرجل؟ أتي من سوء تصوره، يتصور أن هذا القدوة أو هذا الشخص أو هذا الشيخ أو هذا المطوع أو هذا الإمام
أنه هو الإسلام، فإذا رأى عليه ثغرة أو رأى عليه سلبية من السلبيات أو أنه وقع في منكر، هو بشر قد يخطئ، معنى ذلك هذا هو الإسلام، الإسلام في نظري هو هذا الشخص، فإذا انهار هذا الشخص انهار الإسلام. الاستقامة في نظري يمثلها هذا الرجل، فإذا انهار هذا الرجل انهارت الاستقامة. فلا بد أصلا أن يتربى الناس على التفريق بين الإسلام وبين تصرفات المسلمين، لا بد أن يربى الناس على التفريق بين طريق الاستقامة وبين باقي المستقيمين. هؤلاء المستقيمين رجال نساء، قد يخطئون، قد يقعون في أخطاء، إذا هم بالنسبة لي أخذ منهم الحق فقط، وإذا وقعوا في أخطاء ما علي منهم، أنا ما زلت ممسك بالطريق أسير عليه. ومن الأسباب كذلك الخارجية المعاملة السيئة التي يلقاها ضعيف الإيمان ممن حوله من الوسط الذي يعيش فيه، فيقول هذه معاملة، هذه أخلاق، هذا أسلوب أنا أخاطب به، فإذا ليس هذا هو الطريق الصحيح، إذا هذا هو طريق الاستقامة الذي ألاقي فيه هذه المعاملة، إذا لا بد أن أتركه لأني لم أرتاح فيه. طيب، هؤلاء الأشخاص الذين لقيت منهم سوء المعاملة ليسوا هم الصراط المستقيم وليسوا هم سبيل المؤمنين، هؤلاء ناس يسلكون سبيل المؤمنين لكن ليسوا هم الطريق نفسه، فتركك للجميع خطأ ظاهر وسوء في التصور. ليت هؤلاء الذين تركوا الاستقامة بهذا السبب ولهذا المنطلق، بهذا المنطلق، ليتهم يفهمون أن الإسلام لا يتحمل أخطاء المسلمين وليس مسؤولا عنها، وليتهم يفهمون أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. إذن نعود فنكرر ونقول إن التربية لابد أن تكون من البداية على اتباع الحق وليس على اتباع الرجال، اتباع الطريق المستقيم، سلوك الطريق المستقيم وليس تقليد الآخرين، إذا أخطأوا قال هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، هذه الاستقامة فيها الخير. ومن الأسباب كذلك كثرة رؤية هذا الضعيف للناقصين وانسحابهم من طريق الاستقامة الواحدة تلو الآخر، فيشجعه ذلك على أن ينسحب هو أيضا إن كان في نفسه قابلية لذلك، والطيور على أشكالها تقع، وقد يريد هو أن يتخلص، هو يريد أن يترك هذا الطريق لكن لا يريد أن يتركه لوحده، لا يريد أن يترك طريق الاستقامة، هو يريد ينتظر من يشجعه، فإذا بدأ هذا تفلت واحد آخر اثنين ثلاثة، تشجع يحصل هناك تشجع نفسي على الانسحاب فيقلد الآخرين فهو أيضا ينسحب من طريق الاستقامة. ومن المشاكل أيضا، أو نبدأ الآن نترك يعني من الأسباب الآن التي لا بد لها من علاج نحن ذكرناها لتعالج ويتنبه إليها، هذا الرجل الذي الآن حصل في هذه المشكلة ووقع ويريد الآن أن يترك طريق الاستقامة وأن يعود إلى الضلال بعد الهدى الذي كان عليه. دعونا الآن نأخذ جولة في أعماق هذا الشخص المتزلزل، ما هو وضعه، ما هي حالته، ما هي أحاسيسه، بماذا يفكر الآن وبماذا يشعر. إنه الآن يفكر في التبريرات والأعذار التي يقدمها لترك طريق الاستقامة. ماذا يقول لإخواني من حوله، بماذا يبرر لهم؟ فبعض هؤلاء يبدأ بافتعال المشاكل وإثارة أجواء من عدم الارتياح مع الآخرين في النقاش وفي غيره، يظهر على سلوكه وعلى نقاشه أنه غير مرتاح وأنه يتأسف وأنه يتضجر وأنه لا يعجبه شيء وأن أسلوبهم غريب، ويشتكي ويتتعالى أصواته، ويكون دائما هو الطرف المشاغب وهو الذي يثير المشاكل في الأصل، لأنه يريد من خلال توصل يريد أن يتوصل من خلال إثارة المشاكل وافتعال هذه الأشياء إلى إيجاد المخرج الذي يخرج منه. وقد يصل به الأمر إلى الكذب والادعاء
واتهام الأبرياء ليجد لنفسه المخرج المزعوم. والبداية في العادة لمثل هؤلاء الاعتذار عن المشاركة في أعمال الخير، فيتخلف عن حلق الذكر وعن الاجتماعات الطيبة والمناسبات الإسلامية، مبررا ذلك بأشياء، يقول أنا مشغول مع أهلي، إن والدي يحتاج إلي، أنا عندي مسؤوليات أسرية، وأنا عندي أعمال تجارية، وأنا عندي انشغالات. تبريرات لترك الأشياء الطيبة. وإذا كان الشاب يظهر تركه للتمسك بالدين أحيانا بأن يقصقص لحيته أو يحلقها مثلا أو يسدل ثوبه، فإن الفتاة تظهر ذلك عادة بالتخفف من حجابها أو تخفيفه أو إظهار زينتها أو شيء من عورتها التي أمرها الله بسترها. هذه البداية. طبعا البداية أصلا في القلب حاصلة، البداية الأصل موجودة في القلب، لأن القرار قد اتخذ بأن يتراجع الشخص عن هذه الأحكام الشرعية وعن هذا الطريق المستقيم. لكن متى يظهر وكيف يظهر؟ يظهر غالبا على الشكل الخارجي، فيبدأ كما ذكرت لكم بأن يخفف من مظهره الإسلامي، فيطول ثوبه تدريجيا وتقصر لحيته عكس يعني هذا، وتقصر لحيته تدريجيا، والمرأة تبدأ تخفف من حجابها، ويكون مثلا كذا ايش اسمه هذا طاقة فوق بعض، فالآن هو يخف حتى يصبح شفافا حتى يزول. كان المكياج من أول لا يظهر، الآن بدأ يظهر، الكعب العالي جدا يعني مثلا يلبس أشياء في الزينة الظاهرة، حاجات معينة تبدو في الظاهر تدريجية. ومن مظاهر بداية التفلت كذلك كثرة الانقطاع عن صلاة الفجر وعدم الحرص على أداء الجماعة في المسجد. وهؤلاء الأشخاص في العادة يحاولون أن يبرروا أفعالهم. كيف يبررونها؟ عن علم أو عن جهل تبدأ التبريرات والأعذار تنطلق من هذه النفس الأمارة بالسوء. فمثلا يقول إن العلماء قد اختلفوا في هذا، وهناك آراء أخرى، وهناك من يجيز أن هذا الأمر، وهذا قال بعض العلماء أنه مكروه، وهذا ليس محرم قطعيا. تبدأ الأعذار الآن تظهر لك. وين كان الكلام هذا من أول؟ لا، الآن بدأت الأعذار تظهر، وبدأ التأليف على العلماء، وأن بعضهم يقول أنه قرأ في كذا، وأنه هذا، وأنه واحد ينام عن الصلاة وكذا، يقول يا أخي ذي حديث من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فأنا لا بأس أني أنام عن الصلوات، كيف أنت تجبرني على هذا؟ انظر كيف يستخدمون الأحاديث يعني على حسب الهوى وعلى حسب ما تطلبه النفس الأمارة بالسوء. ومن الناس من يجيد التخطيط لترك الوسط الطيب الذي يعيش فيه ويتسلسل في الانحراف تدريجيا، ويظهر هذا بأن يتحاشى رؤية إخوانه الطيبين المستقيمين ويتهرب منهم بشتى الوسائل، فهو يتجنب أن يرد على الهاتف إذا شعر بأن الذي يتصل به أحد إخوانه الطيبين، أو يغلقه ولا يرد ولا ينبس ببنت شفه إذا عرف من المتكلم، وإذا طرق طارق بابه يقول لأهله قولوا له غير موجود أو هو نائم أو مشغول. هذا التهرب في كثير من الأحيان يكون عن تحرج، يعني كيف يقابل إخوانه هؤلاء السابقين بهذه النفسية المتغيرة وبهذا الوضع المتغير وبهذا الظاهر المختلف عن ظاهر الاستقامة. وهذا التحرج هو الذي يدفعه في الغالب إلى التحاشي وعدم مقابلة إخوانه المسلمين. هذا الوضع في الحقيقة مع سوءه إلا أنه أهون من غيره، فبعض الناس يتحاشون أن يرى أي أثر يربطه بواقعه السابق، عن إيش؟ عن عداوة وبغض وكراهية لأصحابه وإخوانه السابقين لهم، لشخصياتهم، ولما يحملونه من دين وخلق ومبادئ ومثل إسلامية. ولو أنه رضي أن يجلس مع أحد أصحابه الطيبين القدامى فإنه يتحاشى
أن يفتح معهم أو يتحدث معهم في أي موضوع يتعلق بمناقشة حالته السيئة وبتردي وضعه، ويقطع الطريق على من يريد ذلك، إما بإنهاء المحادثة أو تغيير الموضوع أو الانصراف. هذه أشياء تقع الآن عمليا. وبالإضافة إلى الانقطاع عن لقيا إخوانه الطيبين والانقطاع عن الالتزام في شخصه ومظهره، فإنه يبدأ كذلك في ترك أمور أخرى من الدين، فقد يبيع كتب العلم التي كان يمتلكها. سبحان الله العظيم. شوف والله يا جماعة، الواحد يعني لابد أن يخشى على نفسه، لأن هذه أشياء قد يقع ويرى بعيني في الواقع هذا. يبدأ ماذا يفعل؟ يكون عنده كتب قد اشتراها واقتناها لتفقه في الدين يتعلم، بيع، أو يقول مثلا حطها في المسجد خلي المسلمين يستفيدونها. وهو الذي كان جديرا وحريا به أنه هو الذي يقرأ فيها ويستفيد منها. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، هؤلاء الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وقد تصدر عن هذا الرجل الآن، هذا كله وصفنا، وقد تصدر عن هذا الرجل الآن، هذا كله وصف نفسية هذا الشخص وحالته وكيف الآن يتردد من مستوى إلى آخر. وقد يكون من تصرفاته العجيبة أن يؤيس أصحابه الطيبين من عودته إلى طريق الاستقامة، كأن يدخن أمامهم عمدا، أو يتصل بواحد منهم فيقول حاول أن تنسى رقم هاتف منزلي. وقد تتطور الأمور أكثر فيجد رفقة سيئة يلتحق بمعسكر أهل الكفر والفسوق والعصيان، بالإضافة إلى أنهم يسعون أصلا لضمه إليهم عداء لله ولرسوله ولدينه ولعباده الصالحين. وقديما أيها الإخوة، لما قاطع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كعب بن مالك، قاطعوه لأنه تخلف عن الجهاد، هو وثلاثة وآخرين من الصحابة، اثنين من الصحابة قوطعوا بسبب إيش؟ تخلفوا عن الجهاد علاجا لهم، علاج نبوي حكيم، كانت مقاطعة نافعة. من قد تكون مقاطعة أحيانا سلبية وذات أضرار. فلما عزل ذلك الشخص عن المجتمع المسلم، ما الذي حصل؟ سبحان الله، إنك لتعجب وأنت تقرأ رواية كعب بن مالك كيف وصل الأمر، الخبر، إلى ملك الأنباط، فأرسل رسولا إلى المدينة يقول لكعب: إنا سمعنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك بأرض هوان، فالحق بنا نواتك. يعني أنت الآن تستغرب، الآن هم قطعوا كم يوم؟ كم يوم قطعوا؟ 50. ها، قبل 50 فترة، قبل 50 فترة جاءت الرسالة من هذا ملك الأنباط إلى كعب بن مالك يقول: سمعنا أنه يعني تغير وضعك، وأن أصحابك قد جفوك، تعال تعال عندنا نحن نكرمك. فانظر إلى مدى حرص أهل الجاهلية على التقاط هؤلاء الناس وعلى استغلال وتحيل الفرص. وكان من أول يعني الرسالات تأخذ وقت، فكيف؟ شوف انظر إلى الاستغلال. طبعا هذا يتم عن طريق أهل النفاق، يوصل الخبر بسرعة وتأتي الرسالة بسرعة. يقول كعب بن مالك يعني، وإذا بسائل من الأنباط يسأل يقول: أين كعب بن مالك؟ فدلوني عليه، الناس المسلمين دلوني عليه. فأخذ الرسالة قرأها، فلما قرأ الرسالة، طبعا الشخص الذي تربى على الأصول الإسلامية الصحيحة يرفض هذه المهاترات ويرفض هذه المساومات الخسيسة، ولذلك قال كعب رضي الله عنه، قال: وهذا أيضا من البلاء، فرميتها في التنور فسجرتها. قالوا هذا أيضا، هو شوف الناس اللي عندهم بصيرة، قالوا هذا أيضا من البلاء، هذا أيضا من البلاء، الامتحان الذي يمتحن الله به، الشيطان يريد أن يرجعني إلى أهل الكفر. أخذها الرسالة وألقاها في الفرن فاحترقت. وبعض هؤلاء المتساقطين يسقط بهدوء دون أن يثير وراءه غبارا، فيتوارى
وينزوي في عالم النسيان وينتهي أمره. أما بعضهم فإذا أعمى الله قلبه فإنه يسقط وقد أصبح حربا على الإسلام وأهله وعلى دين الله، غاية همه الآن أن ينتقم وأن يفرق صف المسلمين وأن يشكك كل من يريد الاستقامة ويأخذ على نفسه العهد بهذا. إن من أعمى العمى الضلال بعد الهدى. وهؤلاء أيها الإخوة الذين يتخلفون والذين يتركون طريق الاستقامة أحوالهم أحوال وأنواع، فمنهم من يعود فعلا إلى ما كان عليه وربما أكثر مما كان عليه، لأن يعني التوبة تدفع إلى مزيد من الأعمال الصالحة. ومنهم من يعود ثم يرجع ثم يعود ويرجع وهكذا. ومنهم من يتمنى العودة ولكنه لا يعود، ومنهم من يذهب بغير عودة. وهذا شخص يقول في إحدى أسئلته: لي زميل كان مستقيما ثم رجع إلى فسقه، فنصحته فيستجيب ولكنه يعود مرة أخرى وينكص وينكص ويتردى، ثم ينصحه مرة أخرى فيعود ولكنه لا يلبث أن يتردى. فهناك بعض الناس عندهم يعني قضية يرجع إذا ذكر وبعد ذلك ينسى مرة أخرى ثم يعود ثم ينسى وهكذا. وهذا آخر يقول: شاب في 15 من عمره يسير مع إخوة له صالحين، لكنه بين حين وآخر تأتيه هفوات حتى أنه يتغير تغيرا مشينا في مظهره وفي كلامه، ثم يعود ويصبح من أحسن الشباب الموجودين. هذا يعني أحد الأسئلة التي جاءت مرة من المناسبة من المناسبات. يقول: ثم يعود ويصبح من أحسن الشباب الموجودين، ومن ثم يعود لأفعاله القبيحة ويتصرف تصرفات كأنه ليس شابا مستقيما على الإطلاق. فإذا هذه المرحلة التي تكون في سن الشباب المبكر يقع منهم هذا التذبذب كثيرا، وترى أنه يعود وينتكس ويستقيم وينتكس ويستقيم وينتكس وهكذا، حتى يعني يكون عنده نوع من يكبر ويكون عنده نوع من النضج، فيستقر على حال معينة، قد يستقر على الاستقامة وقد يستقر على الانتكاس. وهذا آخر يقول: كنت شابا ضائعا وكتب الله لي الهداية على يد أحد الإخوان، وبعد مضي فترة من الزمن إذا بهذا الذي كانت هدايتي على يده قد انحرف، وكان السبب هو أنه قد ارتكب خطأ عظيما، ولقد حاولت معهم كثيرا ولكن دون جدوى، مع العلم أن أخي هذا حافظ لمعظم القرآن وكان يعلم منه الصدق والإخلاص في دعوته، أرجو النصيحة. وهذا آخر يقول: أحد أصحابي كان يوم من الأيام ينصحني بترك المنكرات وعدم إسبال الثوب وغيره، حيث أنه كان مستقيما في ذلك الوقت وقد تراجع، وهو الآن يدخن ويعزف العود ويغني ويمثل بلحيته، وأود أن ننبهه ليعود إلى الحق. يعني ماذا يفعل؟ واحد يقول: هداني الله على يد شخص، ثم أن هذا الشخص سافر إلى الخارج ورجع ومتغير بالكلية وتارك للصلاة. شوف الانتقال، داعي إلى الله إلى كافر تارك للصلاة مرتد عن دين الله. ولذلك يا جماعة هذه قضية القلب قضية خطيرة، والله عز وجل مقلب القلوب، ما تدري الآن. وقد ذكرنا لكم قصة ذلك الرجل الذي وصل إلى مستوى كبير من العلم ولكن أضله الله عز وجل على علمه. فإذا يعني هذا الشيء يدفع الإنسان فعلا أن يفتش نفسه وأن يتحسس وأن يحاول أن يعني يتخلص من جميع هذه الشرور والآفات التي قد تأتي في نفسه. ولذلك كان من الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. هذا الدعاء ما معنى الحور بعد الكور؟ يعني إني أعوذ بك من النقصان بعد الكمال، أعوذ بك من النقصان بعد التمام والكمال، الحور بعد الكور. وهذا يحدث كثيرا. والآن نبدأ بذكر طائفة من العلاجات التي قد ينفع الله بها إذا ما تنبه إليها.
أولا أيها الأخوة، عند الأطباء قاعدة تقول الوقاية خير من العلاج، وهذه القاعدة قاعدة إسلامية، قاعدة إسلامية، الوقاية خير من العلاج. إذا بعض الإخوان يحسون بالحر فيمكن شغل المراوح والمكيفة. ما هي الوقاية؟ الوقاية طبعا هي سلوك سبيل التربية الإسلامية القوية الصحيحة. أي واحد لا يتربى على منهج الله تربية صحيحة فإنه معرض بشدة، يعني معرض بنسبة كبيرة إلى الانهيار، لأن نفسه لم تؤسس على تقوى من الله ورضوان، بل إنها مؤسسة على شفا جرف انهار قد ينهار به في نار جهنم في أي لحظة. ولذلك أيها الإخوة، لا بد من تربية إيمانية تهتم بالقلب، تهتم بأعمال القلب، تهتم بارتقاء القلب إلى مستويات إيمانية عالية عن طريق العبادة، ذكر الله عز وجل، الإقبال عليه بالتوبة والإنابة والاستغفار، الخوف من الله، محبة الله، رجاء الله عز وجل، وغيرها من الأشياء. تربية إيمانية. ولا بد من التربية أن تكون علمية قائمة على منهاج صحيح من الأدلة من الكتاب والسنة، قائمة على أساسات الكتاب والسنة، غير قائمة على التقليد. وقد ذكرنا لكم قبل قليل حالات من الانتكاسات التي كان سببها تقليد الرجال. ولا بد أن تكون هذه التربية فيها وعي يستطيع فيها المسلم أن يعرف الشر وأهل الشر ومصدر الشرور حتى يتحاشاها وحتى يتجنبها، لا أن تدخل عليه من تحت ثيابه وهو لا يحس، لا يدري، لأنه مغلق العينين فاقد الوعي. ولا بد أن تكون هذه التربية متأنية متسلسلة ترتقي بالمسلم إلى كماله تدريجيا. وكثيرون من هؤلاء المتراجعين لا تغر عليهم الأعراض الظاهرة للانتكاس والنكوص والتراجع من البداية، لأن البداية الحقيقية كانت في القلب. إنك عندما ترى شخصا قد تغير شكله وسمته الإسلامي إلى سمت غير إسلامي، لا تظن أن التغير حدث الآن، الآن حدث لما رأيت الظاهر تغير، لا، إنه حدث قبل فترة، إن نفسه كانت تراوده، إن هذا القرار قد جاء بناء على مقدمات حصلت في نفسه وتغيرات حصلت في قلبه. فإذا لا بد أن ينتبه المسلمون لإخوانهم، لا بد من الرصد والتحليل للتصرفات وطريقة الكلام وخفايا الإشارات والعبارات، فإن الفتنة تكون في البداية بذور وبعد ذلك تنمو وتظهر على سطح الأرض. النبتة أيها الإخوة، النبتة في بدايتها لا تكون ظاهرة على سطح الأرض، تكون بذرة تحت، فإذا رويت بذرة الفتنة بماء الشيطان وسبل الشيطان ووضع لها هذا السماد الشيطاني، فإنها لا تلبث أن تظهر على سطح الأرض وأن تشق جذورها، تشق طريقها إلى الخارج. فأنت ترى شجرة الفتنة قد ظهرت على سطح الأرض الآن، لكن الحقيقة أن الأمر من السابق يحدث، وأن المسألة لها وقت ولها زمن حدثت فيه، ليست وليدة لحظتها وساعتها، وإنما هي نتيجة تفاعلات نفسية، نفس الأمارة بالسوء من السابق. فإذا من واجب الإنسان المسلم الداعي إلى الله أن يتحسس هذه الأشياء في نفوس إخوانه والناس من حوله قبل أن تحدث وتظهر وتطفح على السطح، لابد أن يغوص هو إلى الأسفل ليرى ماذا يحدث هناك، لابد أن ينقب هو عن الجذور ليرى ماذا يتم هناك، كيف تعالج المشكلة أساسا قبل أن تكبر وأن تستفحل. ولا بد من قلع بذور الفتنة، وإلا فإن هذه الشجرة تنمو في أصل الجحيم ويخرج طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والملاحظ هنا
أن بعض الناس إذا طرأ عليه نوع من التغير في سمته الإسلامي فإن كثيرا أو فإن بعضا ممن حوله يلتمسون له أعذارا شتى بناء على حسن الظن، وأن يعني إنه ربما كذا وربما لا تقلق يا أخي، يمكن هذا الشخص يعني فعلا مشغول، يمكن فعلا عنده كذا. الظن الطيب شيء طيب، لكن عندما تكون هناك دلائل قوية فإن إغماض العينين عن المشكلة هو في الحقيقة غفلة عظيمة، وهو في الحقيقة استهتار بما يحدث. والمؤمن موصوف بالقرآن والسنة بأنه إنسان ذو بصيرة. مو معقول الآن هذا الشخص يعني فيه تغيرات شتى وتلو واحد تلو الأخرى وأنت تقعد تقول لعله كذا ولعله كذا، وحتى في النهاية يسقط سقوطا ذريعا وتندم على جميع هذه الأشياء التي بعض الناس لا يريدون أن يحسوا بالواقع السيء، ويعز عليه أن فلان من إخوانه يحدث له أشياء فيبدأ يعتذر له بأعذار ولا يعالجه ولا ينتبه إليه، ثم تكون النهاية. فحسن الظن هو إلى درجة معينة، لكن بعد ذلك لا بد أن تكون المواجهة وتكون الصراحة وتكون الجدية في العلاج واستدراك ما فات. فليس كل تأخر عن صلاة الفجر سببه غلبة النوم الذي لا ذنب للشخص فيه. مو كل واحد يتأخر كم مرة عن صلاة الفجر قلت والله يمكن النوم ثقيل مسكين معذور، قد يكون هو أساس، قد يكون هذه بداية النهاية. وليس كل تخلف عن حلق الذكر والعلم سببه انشغال الشخص بوالديه أو بطاعات أخرى. وليس كل إسبال في الثوب أو طور فيه سببه عدم انتباه الشخص إلى تفصيل الخياط أو أن الثياب الأخرى كلها متسخة. ولنعلم يا إخواني أن علاج هذه المواقف هو في غاية الصعوبة والحساسية وأنه شديد. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا لكم من أعمى العمى الضلال بعد الهدى. يعني في فرق بين شخص عرف الحق وتركه وشخص لم يعرف الحق أصلا، أيهما أسهل؟ الذي لا يعرف الحق أصلا هو في الغالب أسهل، لأنه إذا عرض عليه وأقنع طريقة صحيحة فإنه يتقبل. لكن واحد عرف الحق وعرف الأدلة وعرف الأشياء ثم استقام عليها فترة من الزمن وتذوق حلاوة الإيمان فترة من حياته، هذا الرجل إذا تراجع كيف السبيل إلى إرجاعه؟ ماذا تقول له؟ هذه المشكلة الآن. يعني الآن لو أنك شفت لك واحد عاصي واحد ضال ما عرف الحق ولا عرف ولا أحد ذكره من أول، وأنت قلت له يا أخي اتق الله يعني عذاب النار والجنة كذا، وأنت إذا استقمت لك من النعيم كذا وكذا، وإذا فجرت واستمرت على العصيان ينتظرك من العذاب كذا وعذاب القبر، وذكرته بعظمة الله، فإن الرجل ممكن يعني يتفاعل معك، ممكن يتغير، ممكن يترك المنكر. لكن واحد يعرف هذه الأمور كلها ومرت عليه كلها، بل إنه ربما هو كان يمارسها في الدعوة إلى الله في يوم من الأيام، ماذا تقول له الآن؟ يعني إذا تقول كذا يقول أنا عارف، يعني هو قد يضحك بك ويستهزئ بك وأنت تكلمه، لن يعلم هذه الأشياء. وهذه المصيبة، هذه خطورة. ولذلك بعض الناس يستكثرون من حجج الله عليهم وبعد ذلك ما يمكن، خلاص ماذا تقول له؟ تذكروا بيش بالنار؟ هو عارف تفاصيل عذاب جهنم، يمكن يعرف أكثر منك. إيش تذكروا بعذاب القبر؟ هو يعرف تفاصيل عذاب القبر. حرام عظمة الله ما عارف أشياء يعرفها سابقا، ماذا تقول له الآن؟ إنه يعرف كل شيء ويفهم كل شيء، وربما كان يجيد الكلام في الماضي في المواضيع التي أنت تكلمه الآن فيها أكثر منك. فهنا يقع في نفس الشخص المخلص حيرة شديدة، كيف يبدأ وماذا يقول ومن أين تكون نقطة الإصلاح؟
قد يكون من الخير أيها الإخوة أن يركز مع هذا الرجل على جوانب التذكير بالله وأعمال القلوب ومحبة الله وخوف الله، لأنه لن يرده شيء مثل ما ترده هذه الأمور. يعني بيان الأحكام ما فيها رجاء كبير أنها ترد بيان الأحكام، وعارف الأدلة يمكن أدلة الأحكام أكثر منك، لكن ما هو الشيء الذي يمكن أن يؤثر في الناس؟ لا تزال الأشياء الترقيقية والأشياء التذكيرية والأشياء التي فيها رقب بالله عز وجل يمكن أن تكون لا تزال هي الطريق، مع أنه قد يكون يعلمها، لكن التذكير وذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التذكير هو بداية العلاج، تذكير الشخص. يعني هذا الرجل في حالته من الممكن أن نشبهه أحيانا بحالة الشخص الذي قد وقع في غيبوبة في حادث أغمي عليه، وهو الآن راقد في السرير على السرير في المستشفى، وأهله من حوله وهم يحاولون أن يعيدوه إلى وعيه، فأمه تصرخ وتقول يا فلان فلان أنا أمك أنا فلانة تذكرني، أبوه يقول له يا فلان يا ولدي أنا فلان تذكرني، إخوانه يقولون له نحن فلان وفلان وفلان إخوانك ألا تذكرنا، ما تذكر خالك فلان وعمك فلان، بيتنا في المكان الفلاني، أصدقائك فلان وفلان في المدرسة. هذا يحدث الآن في الحوادث، مثل حوادث سيارات وغيرها، يفقد الشخص، يقع في غيبوبة ويبدأ يفتح عينيه تدريجيا، أحيانا يغلقها ويعود الغيبوبة، ثم يفتح تدريجيا يعود الغيبوبة. ماذا يفعل من حوله؟ إنهم يحاولون أن يذكروه بالأشياء القريبة منه، بأقرب الأشياء إليه، حتى يحاول أن يستعيد وعيه شيئا فشيئا. ولذلك يقول الأطباء مثلا لمن حوله من أقربائه داوموا على تذكيره، داوموا على تنبيهه، داوموا على أصوات أن تصل الأصوات إلى أذنيه، ربما أنه يرجع إلى وعيه يتذكر شيئا فشيئا. هذا الشخص ممكن نقول أنه مثل في مثل هذه الحالة، فإنك تهز وتنبه على الأشياء التي في الماضي. هذه قضية مهمة، تذكير الشخص بأمور التي كانت في الماضي، ما تذكر كذا، ما تذكر كذا، كيف كنت تمارس كذا، تلك الأيام، تلك المجالس، ما حصل في المجلس الفلاني كذا من ذكر الله، ما حصل في المجلس الفلاني كذا من الفوائد. وتحاول بشتى الأشياء أن تحاول أن يستيقظ هذا الرجل من الغيبوبة التي وإنها فعلا غيبوبة، غيبوبة المعاصي وغيبوبة الفسق، تحتاج إلى واحد ينفض ويهز هزا شديدا. ومن العلاجات المهمة أن يقوم عدد محدود من أصدقائه السابقين ممن كان يرتاح إليهم كثيرا، يقومون بالتودد إليه، مو بالتردد عليه بس، بالتودد إليه وزيارته ومساعدته، وأن يكون كلامهم بعين الشفقة والعطف، لأنه فعلا مسكين يحتاج إلى المساعدة ويمر بظرف سيء. وقد تكون البداية الناجحة أن يستخرج واحد من هؤلاء الأسباب التي دعت هذا الشخص لأن يتغير، فإن كانت الأسباب شبهة أو شبهات فتزال بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وإن كانت شهوة من الشهوات فينصح ويوجه بما هو مناسب، ويفصل معه عن موضوع التوبة، التوبة وآداب التوبة وسعة رحمة الله ومغفرة الله، لعله إيش يرجع. لأن غالب الناس إما أنه ينكص على عقبه بسبب شبهة أو بسبب شهوة، شبهة أو شهوة. فلابد أولا إذا من تكملة العلاج استخراج السبب، ليش صار كذا. وكثير من هؤلاء لا تدري ماذا تتكلم عنه أنت، لأنك لا تعرف لماذا حدث لهم هذا الشيء، ما هي الحادثة، ما هي المشكلة، ما هو الأساس، أساس البلاء من أين. لا بد من استخراج أساس البلاء. وقد يكون في بعض الأحيان تدخل شخص بعيد نسبيا عن هذا الرجل لكن له مكانة في قلبه ذو فائدة إيجابية،
خصوصا إذا صار هذا المسكين إلى حال لا يطيق فيها رؤية أحد من المقربين إليه في السابق، فقد يشكو إلى البعيد أو يبث إلى البعيد أمورا لقيها من زملائه لا يستطيع أن يشكيها إليهم، لأنه يعتبر أو يعتقد أن السبب هم. فلو جاءه شخص آخر ينصحه أو يفتش في قلبه فقد يبوح له بسبب المشكلة التي لا يستطيع هو أن يقولها لهؤلاء الناس المقربين منه. وإذا كان هذا الشخص يرفض المقابلة وجها لوجه نهائيا ويرفض أن يكلمه أحد، فربما يكون من المناسب كتابة الرسائل المؤثرة المشحونة بالتذكير بالله وبإخوته في الله من الأشياء التي قد تعيد إليه وعيه وصوابه. ويستحسن أن تكون مثل هذه الأمور مواضيع مسجلة أو مكتوبة سبق لهذا الشخص أن تأثر بها، فعن طريق هذه الأشياء التي تذكره وتربطه بالماضي وتوصل تصل الخيط مرة أخرى، تصل من قطع، ربما تكون هي بداية الرجوع. ومن الأخطاء العظيمة في علاج هذا الأمر مجابهة الشخص على أنه كافر أو مرتد لا يسلم عليه ولا ينظر إليه وتجب مقاطعته وعدم زيارته وأن لا يدعى إلى أي مناسبة وأن لا تجاب دعوته. هذه من الأخطاء العظيمة، لأن الآن هذا الشخص يعني مسكين، كما يقول واحد من السلف يقول يعني أخي المذنب أحوج إلي من أخي المطيع، هذاك محتاج إلي فعلا، يحتاج أن أمد إليه يد العون. ولذلك فإننا ننبه إخواننا في الله إلى خطورة الاستقبال السيء الذي قد يستقبل به هذا الشخص إذا تغير. فأنت إذا تغير عليك لا تتغير عليه، لأن تغيرك عليه قد يقطع الخيط الأخير الذي قد يكون أملا في رجوعه. وهناك حديث لطيف وجميل جدا، يعني واحد من الأعراب جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطي عطايا، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه شيء فقال له أحسنت إليك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الأعرابي قال لا أحسنت ولا أجملت. فالصحابة هموا به ليفتكوا به، واحد يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه. فدخل إلى بيته عليه السلام فأخرج أشياء عطايا أخرى وأعطاها للرجل أكثر له في العطاء. قال ثم سأله مرة أخرى أحسنت إليك؟ قال نعم جزاك الله من خير ومن أهل ومن عشيرة. الآن يعني هذول الأعراب هذه أخلاقهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي يعني أنت قلت ما قلت بالأمس وقد سمعك أصحابي. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الأعرابي قال لو أنك غدا قلت لهم هذا الكلام الذي قلته لي الآن جزاك الله من خير من أهل عشيرة أمام الناس الذين قلت لهم بالعكس. هذا طبعا علاج الحكيم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنفوس أصحابه حتى يشفي صدورهم من حال أخيهم المخطئ. هذا من الجفاء من الجفاء أن يشفي صدورهم من حاله حتى لا يحملوا لا يبقى في نفسهم شيء عليه. ففي اليوم التالي جاء الأعرابي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل سأله كيف الآن؟ فقال الرجل جزاك الله من خير ومن أهل ومن عشيرة أنت عطيتني وأكرمتني. فالصحابة سروا بهذا الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه. لأن أنت الآن أربط بين الموضوع الذي نتكلم فيه وهذا المثل النبوي، نتكلم الآن في موضوع شخص شرد عن الحق كيف يرجع كيف يعاد. يقول عليه السلام مثلي ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه فأتبعها فلم يزيدوها إلا نفورا. يعني هي شردت وهو يجري وراءها جري يريدون، فلم يزيدوها إلا إيش؟ إلا نفورا. هي تجري هي تركض وهم يجرون وراءها وهي تعدو تزداد بالعدو، وهذا نفس القضية.
فناداهم صاحبها فقال لهم: خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها، يعني بحيث أنها تراه، فأخذ من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. أنه سكت سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن، أنتم الآن أيها الأخوة، انظروا معي في هذا العلاج الرفيق، وكيف يعاد الشارد. لا يعاد الشارد بالعدل وراءه والجري وراءه، يعني والإصرار، والرجل لا يريد، وإنما تكون القضية برفق وبهدوء وبتقديم الأشياء الجذابة التي تعيده. وإذا عادت، إذا عاد لا يلقى عليه فجأة هذا الرحل، وإنما يعاد، يبرك، يستريح، ويعاد إليه الرحل ويشد عليه، ثم يركبه صاحبه، صاحب الناقة يركبها عند ذلك. إذن المسألة خطوات، والمسألة حكمة ورفق وعلم، لأن الرجل قال: فإني أرفق بها منكم وأعلم. ومن الإشكالات التي تحدث في هذا الأمر طول المدة، فإن هذا الرجل الذي رجع أو الذي سقط وهوى في الرذيلة، إذا طال عليه الأمد وهو في مرحلة الانتكاس، فإنه يستمرئ المعصية ويعتاد جو الفتنة، ويذهب شيئا فشيئا تأنيب ضميره له، وكلما استمر الوقت أكثر كلما قلت فرصة الرجوع أكثر. فإذا لابد أن يكون العلاج من البداية، وأن لا يأتي العلاج متأخر جدا وقد انتهت القضية وصار الرجل في نقطة لا عودة. ومن الأمور المعينة على العلاج التي ينبغي أن يتنبه لها، أن كثيرا من هؤلاء المنتكسين في كثير من الأحيان يكون له نوع حنين إلى الماضي. مهما كان، شوف هذا الرجل مهما كان، مهما صار، مهما تغير، مهما ساءت أحواله، فإنه في الغالب يكون له نوع حنين إلى الماضي وإلى رفقته الطيبة السابقة، وقد يحدث نفسه بالرجوع، ولكن قد يسوف، يعني يقول: طيب بعدين، أنا والله ناوي أرجع، أنا نويت أرجع، أنا سوف أعود، أنا سوف أغير مرة أخرى. وقد تمنعه اعتبارات شخصية من ذلك. نضرب مثال حدث، يعني هذه الرواية الله أعلم بصحتها، ولها أسانيد فيها الواقدي، والواقدي متروك عند علماء الحديث، لكن لها أكثر من طريق، الله أعلم بصحتها، مشهورة في كتب التاريخ، و ساق ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بعدة طرق. هذه قصة من؟ قصة جبلة ابن الأيهم. جبلة ابن الأيهم كان من ملوك النصارى في جزيرة العرب، وجاء وأسلم، ويقال أنه كان يطوف بالكعبة على عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، فجاء رجل من فقراء المسلمين فوطئ على إزار أو رداء، على إزار جبل ابن الأيهم. فجبل ملك، هو يرى نفسه ملك من الملوك، كيف هذا الأجيل الفقير الصعلوك يطأ على هذا؟ فلطمه لطمة ذهبت بعينه أو ذهبت بأنفه. فرفع الأمر إلى عمر، فقال عمر: لا بد من القصاص، لا بد من القصاص. قال: يعني كيف أنا يقتص مني لهذا الصعلوك؟ فعمر قال: هذه شريعة الله. فالرجل قال، يعني الجبل قال: آتيك في الصباح. فيقال أنه قد في الليل جمع أصحابه، لأنه كان أتى في جمع، في بعث، في حاشية، وسرى بهم في الليل وهرب وارتد عن دينه وذهب إلى ملك الروم فاستقر عنده، وأكرمه ملك الروم وأغدق عليه وأعطاه أشياء كثيرة. هذا الرجل قيل عنه أبيات، وردت عنه أبيات،
وهو القصة طويلة، أن رجلا حاول أن يذكره وموقف حسان بن ثابت من الرجل. المهم الآن دعونا نتأمل هذه الأبيات التي تبين لنا نفسية مثل هذا الشخص، لأن تحليل النفسيات وفهم النفسيات في مثل الحالة هذه مهم جدا. يقول يعني يعترف كثيرا لغيره بخطئه وندمه، يعبر عن حالته بهذه الأبيات: تنصرت الأشراف من عار لطمة، تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها اللجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقصرة، وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة، أجالس قومي ذاهب السمع والبصر، أدين بما دانوا به من شريعة، وقد يصبر العود الكبير على الدبر. هو الآن الرجل هذا يتحسف ويتندم ويقول: يا ليتني كنت راعي غنم، يا ليتني كنت خادم، يا ليتني كنت ذاهب السمع والبصر، بس أني أعيش في ديار المسلمين وأدين به بما دان به من الشريعة، وقد يصبر العود الكبير على الدبر. الدبر هذا مرض يصيب الحيوانات في ظهرها، والحيوان الكبير طبعا ليس له إلا الصبر على هذا المرض الذي إذا جاء في ظهره. يعني يقول: يا ليتني ما فعلت الذي فعلت وأخذت قول عمر، يا ليتني رجعت إلى الحق. كثير من الناس الذين يتراجعون وينكسون نفسياتهم شبيهة جدا بنفسية جبل ابن الأيهم، ولكن يمنعهم من العودة اعتبارات شخصية لا بد من مراعاتها وإزالتها. ولو قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الشخص عاد مرة أخرى واستجاب للعلاج، فإن من الأمور المهمة في بداية عودته، أشياء مهمة جدا، إظهار الفرح باستقباله وعودته، وعودة العلاقات الطبيعية معه إلى الوضع الطبيعي جدا، وعدم إظهار أي نوع من التغيرات، أو إعادة البحث فيما مضى من صفحته السوداء، وذلك كي ينسى تلك الفترة وتطوى طيا بالكامل. ولكن لو قدر الله أن الرجل يستمر في انتكاسته وفي ضلاله ويستمر على الباطل الذي هو عليه ويتردى، فلو قضى الله عليه بذلك لا يمكن، لو حاول جنود الأرض والسماوات أن يعيدوه إلى ما كان عليه لا يمكن. الله عز وجل يقول: يا إخواني، أفرأيت من اتخذ إلهه أهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ وإذن الله قسم الخلق إلى أشقياء وسعداء، وكتب الكتاب وقدرت الأقدار وانتهى الأمر، قد لا يعود برغم من جميع الجهود التي تبذل، قد لا يعود الرجل ويبقى. وهنا يكون وضعه درسا وآية من آيات الله يخوف الله بها عباده المؤمنين على أنفسهم أن ينكصوا وأن يتراجعوا ويسقطوا. وأخيرا قد يسبب هذا الوضع حالة من حالات الخوف والذعر بين إخوانه أكثر مما ينبغي، قد يسبب زهد من حول هذا الشخص في إخوانهم في الله وفي نظرتهم إلى ذلك الوسط الذي يعيشون فيه، وقد يستدل البعض بانحراف ذلك الشخص على سوء الوسط الذي يعيشون فيه،
ولكن ينبغي أن نعلم أن الله قد كتب على أناس الضلال، ماذا نفعل لهم؟ كتب عليهم الشقاوة، ماذا نملك لهم؟ وينبغي أن يحس الذين، بعض الناس يخافون، يخاف على نفسه قد يحدث له من شدة الخوف نفس الشيء، يعني واحد قد يرى هذا فيتملكه الخوف الشديد والذعر ويحس أنه سيسقط، وفعلا يسقط. ولذلك لابد أن نتأمل في هذه الآية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في التفسير: يعني إن الله تعالى إذا امتن على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم فإنه تعالى متمم لهم إحسانه ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم، فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. ويحتمل أن المراد بذلك ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له عاقبهم بالضلال بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين، والأول أولى. وختاما، فهذه كلمات من كلام ابن القيم رحمه الله أسوقها في ختام هذا الموضوع إلى ذلك الشخص الذي كان مستقيما فانحرف وتلوث بالمعاصي فرجع إلى نفسه رجعة تذكر فيها حلاوة الماضي وطعم الإيمان الذي فقده، فتشوقت نفسه للرجوع. نسوق له كلام ابن القيم رحمه الله. اسمعوا لهذا الكلام أيها الأخوة في غاية الجودة وفي التعبير عن المقصود. يقول على الرجل الذي كان ويريد العودة، يعني الآن انتكس ويريد العودة، يقول ابن القيم رحمه الله: وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذيه بأطيب الطعام والشراب ويلبسه أحسن الثياب ويربيه أحسن التربية ويعطيه النفقة وهو القيم بمصالحه كلها، فبعثه أبوه يوما في حاجة له فخرج عليه في طريقه عدو على الولد فأسره وكتفه وشد وثاقه ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان يعامله به أبوه، يعني في الماضي، فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فتتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه، فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد ذبحه في نهاية المطاف إذ حانت منه التفاتة نحو ديار أبيه. الآن هذه مرحلة تذكر الشخص المنتكس الماضي ويريد الرجوع. فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه، ودموعه تسيل على خديه، قد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه. الولد الآن عند أبيه والولد والعدو يسعى يطالب به حتى وقف على رأسه، وهو ملتزم لوالده ممسك به، فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه إلى عدوه ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالدة بولدها ومن الوالد بولده؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى بنفسه طريحا ببابه يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا ربي يا رب ارحم. وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.